أعتقد ماكو مقارنة بين دولة مثل بريطانيا وأمريكا وأوروبا وبين العراق. يعني المقارنة، إحنا كما قلت لك وقعنا ويكوفاكس، ويفترض عندما وقعنا ويكوفاكس تلتزم الدول ويأتي اللقاح في الشهر الأول أو شهر 12. وقعنا ويفايزر، وحسب الالتزام مع فايزر، لو كانت فايزر تعتمد الوثيقة لجاءنا اللقاح في الشهر الأول أو الشهر الثاني، ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن. فايزر قالت بالشهر الثاني، أخبرتنا احنا 16 مليون، تحكون على كوفاكس؟ كوفاكس 16 مليون جرعة، التي تكفي للاتفاقية معهم 20% من سكاننا، أي هي 80، وهذه الاتفاقية هي حددت كوفاكس ك21، قالت للدول بأنه لا تستطيع أن تعطي أكثر من 20% من السكان، لأنه إنتاج لا يكفي أن يغطي كل العالم في سنة واحدة. فهذه 20% 8 ملايين، إذا جرأتين 16 مليون، ربما تزيد أكثر من 16، لكن هم ملتزمين خلال 21 هاي 16 راح تعطينا على شكل وجبات. السبب لأنهم ما يقدرون يعطون 16 مليون، لأن لا توجد كمية كافية حتى يعطون البلدان الكمية المطلوبة في نفس الوقت، وإنما يوزعون الكمية على البلدان جميعها، وطبعا الأولوية للبلدان ذات الوضع الاقتصادي يعني المتدهور. فإحنا سرح تصلنا بهذه الحدود بعد أسبوع أو أسبوعين، تصلنا أيضا 370 ألف، بعدها تصل إلى أن تكمل خلال الشهرين الرابع والخامس تكمل الحدود المليون 725، وهكذا إلى أن نهاية السنة. جي.